الشباب يستمروا في النظام، يستمروا في المطالبة بالحقوق نتاعهم، التمسك بتاريخهم والهوية الوطنية عبر التاريخ، العهد اليوناني والعهد العهد الروماني والعهد الويندالي والعهد البيزنطي، لازم يمسكوا بالتاريخ نتاعهم. لا شل كتاب أكنين إخلاسي الذي ذي بثن عند سلامي يدير عليه كتب فيه وين في جماعة سي المغرب، ما فيه تاريخ متاع شمال أفريقيا من عهد الروماني. واش وضح فيه الكتاب هذا؟ وضح فيه الكاتب متاع هذا المغربي الدكتور عبد السلام بن نيس، اسمه التاريخ متاع شمال أفريقيا. يقول لك احنا الأمازيغ ما عندناش تاريخ عقلاني وثقافي، يعني التفكير في العلوم، في العلوم البحتة، الرياضيات والفيزياء والجغرافيا إلى آخره. هو جمع هذا العلماء اللي كانوا قراوا مع العهد اليوناني، وزاد جمع نتاع العهد الروماني، سماهم كل واحد واش دار، وجمعهم في هذا الكتاب هذا. يوضح، يقول لك الامازيغ اللي ثقفوا باليونانيه، الثقافه نتاعهم نسبوها داوها اليونان، اللي ثقفوا بالروميه الثقافه نتاعهم الشيء اللي داروه اللي فرنسيين باللي رومان، وبعد العهد الفرنسي والعهد العربي، كل واحد نسب الثقافة هذيك للمستعمر اللي كان موجود هنا في شمال أفريقيا. وبالتالي هذا جمع هذه الأمور هذه وراح نسبهم للمواليين الأصليين، لأنهم كانوا علماء، كانوا يحاضروا منا في شمال أفريقيا، يحاضروا في روما، يحاضروا في اليونان، يحاضروا في روما، في عند الرومان، يحاضروا في المستعمرة نتاع كورينا بكري يسموها هذه ليبيا اللي كانت تابعة لليونان، مستعمرة ليبيا كل كانت تابعة لليونان. وكانوا الناس اللي ظهروا أمازيغ كلهم علماء، وكانوا يدرسوا ثم درسوا في روما، درسوا في درسوا في أثينا، درسوا في الإسكندرية اللي كانت تسمعوا مكتبة الإسكندرية، كانوا فيها ثاني هناك لما كانت أكبر مكتبة في الوقت هذاك في العصر اليوناني والعصر الروماني. وبالتالي احنا المعلومات نتاعنا ما نقدروش نطوروا كما ننميوش هذه المعلومات هذه، باش من سالوا في راجعنا الشخصيه نتاعنا، نستردوا الشخصيه نتاعنا ونعرفوا باللي ساهمنا مساهمات كبيره في الحضاره الانسانيه والحضاره العالميه. واش كيما يصفونا قال الامازيغ كي جاوا العرب ما لقاو عندهم والو، ما لقاو، احنا كنا من حضارات قديمه، من اهل الحضارات، وانما ما درناش باللغه نتاعنا، كون درنا باللغه نتاعنا كانت تبقى لينا احنا، درك نبحثوا عليها ونجبدوها وتولي الحضاره هذه نتاعنا. هذه مساهمات كبيره للامازيغ في الحضاره، الحضارات اللي جاونا حتى التسميات. واحد يقول لك اسماء افريقيا الرومانيه، واحد يقول افريقيا اليونانيه كيما ليبيا تابعه لليونان، احنا لهنا الجزائر والمغرب وتونس كانت تابعه للفينيقيين مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازيغية القديمة.
الظاهر الدكتور عبد السلام بن ميس. بن ميس يعني هو نقول لك الكتاب هذا متعة في القراءة نتاعو بعد. شفت قواليه في الكتاب في 5 جوي. وين؟ لا راه يعني ننميو احنا لازمنا نقراو وتكون عندنا معلومات ما نبقاوش هكا كي نبقاو احنا ما نطالعوش ما نقدروش نطور. لازم الرصيد المعرفي. لازم الرصيد المعرفي على تاريخنا على الجغرافيا نتاعنا كيما جاو كل جنس سما افريقيا بالاخر الاخر المغرب العربي الاخر افريقيا الرومانية الاخر افريقيا ليبيا قلنا كانت عند اليونان تبع اليونان هما الامازيغ وصلوا حتى كانوا حتى في واد النيل من واد النيل ورجعنا كنا كانت منطقة امازيغية ارض يهضروا كل بالامازيغية من القصور الحالية الحالية امازيغية ترسيم اللغة الامازيغية الشيخ الثقافة انتهى على كل شيء على في الأحزاب على في الدين الثقافة تمرها تقول الحزبات تمرها تقول الحزبات يعني فوقان تصير في البوليتيزي البوليتيزي خطر الثقافة ما هي مشي لس اللون السياسي ما تقول لا وما يشيني وين مثال وين مثال وين مثال مشي لسهل يعني كي جاني خدم الثقافة دوكا بيقى لا زعما راه غاسل الخواضي بالجنايا انا نتشاف الموضوع المشاريع نتفاق الموثقه ما تقدرش السياسه هي قال السياسه تخدم السياسه في منطقه هي من ان نهب تجري في لنا وما نشربش ديرو ورا كنا نخلاو هذه هي الورثه وهذه ومن بعدها نخلاو نمشي ونخدم بعضنا بعض لو كان قال لك جا عندها سيكات السياسه في منطقه سبحان الله وقال شنو نخدم فيها السياسه نجي ندير السياسه انا خدم السياسه وانا نمشي لخباب عرب وش يعجب شي شال حال وش يعجب شال حال باسكو هادشي اللي موردينو ما بقاو خدمو عشا السياسة شد راه السياسة سياسة نوعرة قلت فرضو ندير تفلا واش تخدم عشا السياسة هذاك لا باسكو سبحان الله ما خدمتش السياسة 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 لا سيدي قال لك غريكو راه تاع سي فو جيما تيفينا هذا يقول لك تيفينا غتولي تو زايدين فلا ما بكي كي قارن تي قال لك الحضاره وعين تي غريك وعين تي زور التاريخ روح زورش الفكر 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 قيمه ماشي لا والسياس الفكر انه قيمه ماشي لا لو كان يزيد قيمه الفكر لا ماشي لا وانت ليش هذا مازيغ وانت ليش هذا مات الغاصه تيفينا غير عاد لا وي قال لك انت توعي غريك وراتا باسكو غير سان كومبلكس كيما مثلا تيفينا يرجينو لا تكمل تيفينا تطور تيفينا قول تطور عشان شي صابين تخدم بركاز وخذ كي تخبينا جاي سي با سان بروبليم ان بروبليم دو سيونتيفيك تيفينا لا غريك وراتا سي سيرو تعرف خصنا هو عند عرب اكثر بين تعرف تمين تيفينا ايش تقول هيك لا قمه مكتيفوليا وين دصح سي ترافاي دو سيونتيفيك اما ما كاينش واش الكاركتر عرب لا شوش الكاركتر غريكو لاتان غلاتان فاس زيرو سي با فري سي تان مونسونج اه ولا الكراسه دي هذه لا يجي غاز دوال غاز ناصر اقتصادي يا واد ما لي بوليتيك سي با لا فاس اسمع الغريكو لاتان هو عين يا واد هذا ناصر اقتصادي يا واد وين شعبان انا غادي يا واد فان بي بيزوان دو كاشي لا بوليتيك
ما الا خسات تسكور من القامين النهار يعني غن يفاس كاوين يخدم مي بلاش لي غاشو هاد المنتجين الشاد بوليتيك والتواظم الشهر والتواظم الشهر لا ديسيزيون دو بوفوار والتواظم الشهر صناعة القرار صور ديسيزيون هاكي يقن الميرا بريد وقدش التكنيك غابصة التكنيك ناسوساسون دو بلاد تروح دار شهر دايرة الكواري باش هاكيش ربعة دورو وقدش تخرب لا سيفيليزاسيون لا الجيري لا يشاوي لا لي زوراس انت تخدم ليطا الجيريان ما سيليسا الى كومباتي 50 طون دو كومبا باش يقال انيميتي الدولة الجزائرية موكين وميديا 230 قبل الميلاد يعني 33 قرن ماشي وشي تسكيكي بالامير الناس كي الفرنردا امزروين فنتيش الامير ايجا متاكيكا مول ايجيكا الزيانيين حمادين قرن السيرورة السياسية كي مور خاطر يكدو ذنب شعوب تكن الغير مور الناس ما تيري لا كونتينيتي لا كونتينيتي سي با لو كومبا كيلتيرال برك لو كومبا كيلتيرال سي لا ديفونس ديفونس دا في من تشاتير تسنا الدروانا نوزلا شاويث ونسق راه شاويث ونكون ونخمم ست شاويث خاطر وقت نخمم افاك اون بو با بونسي افاك دو تات دو بونسي إليا إم بونسي لا بونسي تيشت لا يا مد متى كلا نسكي إما شاغلني غير اللغات لا سكي الفكرة كلا سياسية ما إلا كي كرا كيخفل لك سن سنة الأفكار وقدش تقول ثمانية تعيد تصرفوني تفوزن إما كريديش أنت غا تصرف من التعيد إذا أنت شوية لازمانا أني قام بارتي بوليتيك هذه اللي نغن شنين أدير كالسياس قلي زوراس لو كونغرينس هذه مكنا قلي زوراس وهذه وشي نكون اتوسان بوليتيك هذه السلع في الدول الجزائرية باللي شوي نولو شي نزان باللي نهني نقنا نتحكم نقي تزاير ونهني نقدر هذه سوى نغاوسة تزاير نشنين يشوي نشاركن لو كان التطر من الإرهاب يقومون تنسك شوي نسندا قلمسن قلت رباح الغريق الضير راني شاويا نهني نقرف الدولة نهني نقوثين وحرب الإرهاب نشنين ضد التطرف نانتي قريز من السنفونت نشنين إيد بالديمقراطية ودود لا ديمقراطية دو بارتيسيباسيون يوذان كل الشركة نشنين إيد يوذان وقل لاني خسادي الزال هاثين الجامع وقل لاني خسادي سو الشراب هاثين التبرنا مبصح الله غاوسة جالس انت القانون وقرقنا بريد يخالف العرف هذه خلص القانون موش هذه خلص سوق السوق هذه خلص القانون يشاويين ما خسات تنجحوا انتاكم تينيغ ناصر طيراكم تينيغ والتاريخ هذه شاد الناس ما خسات تنجحم لازمكم ست تغاوسي وين لا ديسيبلين ذو الورغانيزاسيون التنظيم والانضباط مو هيك يمشي التنظيم والانضباط التقيم التصرعف تتنديكم وشان وكم سكولين يوذان ما تحسم لازميشت الشاوين التاكم يسكورن ما انكم تازيزاو تاتيني متازيزاو وما انكم التوراة تاتيني بالتوراة ومبصح بشرط هذه اللي ديمقراطية انتي نخسى نخسى اقليل لقدر انت غني سيلي من نقيش البوليتيك ونقدش انو قور سيد فينا انا قفاول باللي انتو نقدش انيق البوليتيك باللي نقدش ان نخدم باللي نقدش ان نسكا باللي نقدش ان نقول ما هو نتقدش ان نقول غرنا يوذان قران دكاتره جامعيين صح زيت قيثور في الغشه شعبنا كان جاهل لسياسات الرومانه لا رومانيزاسيون لي رومان سياسه الاعراب سياسه الترك سياسه المندال مشي شعب تعرضنا للاستعمار الاوراس حارب 11 قرن تاقي الحروب 1100 سنه تاقي الحروب وريقداش هذه قرا البعث الكولونياليزم الفرنسي نمشي نحاربوا كل الافكار اللي تحب تصعب برا نغسلوا شاويزم لازم تيني غرنا ليديولوجي لي زوراس ليديولوجينا سي لو شاويزم لازم نوليه شاويز ندافع في شاويز ندافع في العادات شاويين فهم زروينا في ثمورتنا انت تي غير شعار وثنير وقال انا وقت شادي كوتي زادي وش 20000 وذي قد شادي وش اذا من نصف لي زوراس باش تربح بغرني اكو مني واد لازم انا ديك البوليتيك لازم انا ان بارتي بوليتيك لا كيلتور تخدم السياسه بصح وقت شتي الدول السياسه تقدوت خاطر ما في لا كيلتور
لكن تلمت واش تجي من هذه كرادي كيسال واش تجي سكوا واش تجي بسوي بس خلاص ولكن نضرب بس لكن كثير هكور العادات بس السياسه تهكور يوميا انت تدي سراقن هاك مني غوصه ثلاث لقاء لازم انا مشروع مجتمع بروجي دو سوسيتي لازم انا ثلاثه نتغاوشي بيه انس دوك اللي زوراس لينيفيكاسيون دو لوزوراس نولي شت العرش لازم نحارب عروشيت ما تتنكس نهذبوها انكس غاوسه لا بون لا موفيز بونسي تريبال اتنكسات نطيش ولا بوليتيك تريبالي قحلانه تنحكم ونخدميس ام تويزه ام نخدم فيك حلان كي عروشيت تنخدم والثالثه لازم نمارس السياسه ونقرا السياسه ونخدم ام بارتي بوليتيك باش نوض البلديه نوض الولايه نوض البرلمان نوض الحكومه ونوض السلطه ايشاويا نلاقي السلطه طيشين انا ايشاويا نلقى ما خصم التليم ماكشي قار شيكسبير تو في اور تو في لازم تعوض من الرئاسه تيك مشروع تقلم غادي قاشوش هذا وشقوه ويتقلش هذا غير ضرنا لك لازم تقد غالي الحكم كيبان هذه اللي عيا لازم تعود الرئاسه تولي شك رئيس الجمهوريه ولازم تذكخ كل شاوي تسكخ فنس باللي لازم نناوض يا ضياف نطي ولا رئيس الجمهوريه ونستخدم ماكش نقار لا داج شر المثل انزي غير هذه سكنزان نقار غيولنا خير من زي مليوذان بصح الا قشات نستخدم جراتنا جار العرش نهار شويه وقت مني غازول واش باش بارك الله فيك طبيت.